السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المهندس جاسم محمد جليل، جامعة تكنولوجيا، قسم تكنولوجيا النفط. إن شاء الله هذه المحاضرة الثامنة ضمن الـ Formation Evaluation Lab اللي مشرفها السيد رئيس القسم أستاذ مساعد دكتور فاضل سرحان كاظم، والمسؤول عن إعطاء محاضرات هذا اللاب أنا وزميلي المهندس محمد عبد الله أحمد. هذه المحاضرة راح تكون مكملة للمحاضرة الأولى، لأن إحنا بالمحاضرة الأولى عملنا موديل وسوينا environmental correction. هسه راح نكمل ونقوم بحساب الـ porosity والـ water saturation ضمن نفس البرنامج اللي هو الـ IP. لكن عندي ملاحظة صغيرة قبل لا نقوم بتشغيل الـ IP والإكمال على الموديل. ظهرت عندنا نتائج الفاين نيوترون من سوينا environmental correction، كان الكيرف قريب ان يكون بشكل خط مستقيم نازل ناعم جدا، وكان اكو خطأ بالحقيقة انا ما انتبهت له المحاضرة الاولى فحبيت انبهكم عليه. راح تجي تفتح اللاس فايل مثلا مالتك وتدور على الفاين نيوترون، من تجي تفتحها اريدك تروح تدور لي على هنا فتشي تعريف. خلينا نشوف وينها. هنا هذه فاين نيوترون، اوكي. هنا هي واقعا عندكم بالبيانات كانت هيجي، اوكي، فاين نيوترون هيجي كانت، هي مكتوب N5 وقدامها نسبه مئويه. اريدك تنزل لي تشوف الارقام، هل الارقام هي من 1 إلى 100، محصوره بين 1 إلى 100؟ إذا محصورة بين 1 إلى 100 يعني معناها هي نسبة مئوية صحيح، لكن إذا هي بهذه الشكل اللي هي يعني بين 0 و1 أعداد عشرية فهذه ما تعتبر نسبة مئوية، لذلك لازم تجي تصححها من هنا. هذه النسبة المئوية تشيل لي إياها وتكتب ديسيمال اللي هي عدد عشري. تمام، تكتبها بهذه الصيغة وتعيد لي إدخالها، أنا هسه مسويها، وتعيد لي إدخالها للبرنامج، برنامج الـ IP، وتعيد لي عليها الـ environmental correction طبعا ضمن نفس الموديل حتى راح تكون عندك صحيحة. هسه راح أجي أفتح الـ IP وأعيد إدخالها وأشوفكم شلون راح تطلع، وبعدها نكمل على الموديل مالتنا نقوم بحساب المسامية والتشبع المائي إن شاء الله. هسه هنا فتحنا برنامج الـ IP. ننتظر شوية لأنه ثقيل من يحمل. اوكي، هنا بما انه انا اصلا بالمحاضره الاولى اشتغلت بروجكت وسميته جروب 1 بروجكت وطلع لي هنا ضمن هاي الموجوده، اذا ما طلع لك تروح على براوز وتختار البروجكت مالتك وين مخليه. انا سبق ان خليته على الديسكتوب، راح يطلع لي بهذا الشكل فولدر مكتوب عليه IP واسمه جروب 1 بروجكت، بس مجرد تختاره وتسوي اوكي واوكي راح تفتح لك هذه الواجهة، تسوي له لود راح يفتح عندك. تمام، قلت لكم انه اني صار عندي خطأ بالنيوترون وطلع لي الرسم مالته بهذه الصورة، طلع لي هذا الرسم مالته هيجي هسه اصلا هو مبين، خلينا نقول هاي 180 فهرنهايت، ويسويها بيت سايز من داخليها 8.5، اوكي المضغوط 9، اوكي
وطلع لي بهذا الصيغة. أوكي هنا أنا هذه مو صحيحة، فلازم أني أصححها. بس خلي أفتح الموديل اللي أنا مشتغل عليه وكمله. نشوفه نفسه لو لا. اوكي اوكي يا شباب، قلت لكم انه طلع عندي النيوترون بصورة خاطئة، طلع عندي بهذا الشكل اذا تذكرون، حتى انتم احتمال طلع عندكم بالبيانات اللي عندكم. فبهذا الصيغة او بهذا الشكل مو صحيح، لازم نصححها من اللاست فايل نفس ما صححته. شلنا النسبة المئوية سويناها الديسمال، وراح نجي نعيد ادخاله من الانبوت اوتبوت، نروح على لود ونروح على البيانات مالتنا وين مخليها احنا، نختارها ونشوفها وين موجود الانفاي. انتم احتمال الانفاي واي اكثر من مجاس عندكم، ماكو مشكله، عادي عيدوا ادخالهم من جديد وصححوا على هنا. انا طلع عندي ديسمال، كان هنا يقرا نسبة مئوية، راح اسوي له لود وهنا أنا اقول له نو نفس ما علمتكم. هسه هنا أنا ما راح يطلع لي العلامة التحذيرية الثانية اللي يقول لي تريد تحوله لو لا، لان هو اصلا هنا أنا صار بالعشر مو نسبة مئوية. راح اسوي له اوفررايت وتلود من جديد، راح ارجع للانفايرونمنتال كوركشن واصححه، اصحح ال CNL، اسوي له ران وبلوت. هنا انا هسه قرر القديم عندي، لازم هنا انا اقول له الانفاي مدخل انفاي كوركتد ناتج، واسوي له ران وبلوت، صحح عندي وصار بهذه الصيغه. فهاي اريدكم تنتبهوا لها يا اخواني وتصححونه. تمام، موضوع محاضرتنا اليوم هو حساب البوروسيتي والووتر ساتوريشن. لحساب البوروسيتي مباشرة من كالكوليشن بيزك لوج فانكشنز، راح تظهر لي هذه الواجهة، خلينا نكبرها، بيها نافذة او اكثر من نافذة تحسب لي اكثر من باراميتر. هنا الاول البوروسيتي، الثاني هذه الماتريكس، ال RW، بير موبيليتي والى اخره. احنا اللي يهمنا حساب البوروسيتي. البوروسيتي هنا برنامج الاي بي، او هي بصوره عامه من الويل لوجينج، تحسب من ثلاث مجسات مثل ما اخذتوها بالكورس الاول، تحسب من مجس الدنسيتي والسونيك والنيوترون. تمام، المجسات انا دزيتها لكم اللي هي بصيغه اللاست فايل. اللي عنده المجسات ثلاثه متوفره باللاست فايل يحسب بالثلاث طرق، واللي سونيك عنده مفقود يحسب لي بالدنسيتي والنيوترون، لا بأس، فحسب المتوفر عندكم يا اخواني. راح نجي نختار الدنسيتي والسونيك والنيوترون كلهن نفعلهن ثلاثتهن. بس لكن قبل لا نقوم بالحساب راح اوضح لكم فتشي بريف عن البوروسيتي. البوروسيتي مثل ما وضحنا لكم سابقا بالعام السابق بال مختبر المكامن، مختبريا تحسب البوروسيتي من اكثر من طريقه، بقيتها نعطيناكم اربع طرق اللي هن الميركوري انجكشن والاير انجكشن والفاكيوم والكراشنج. هذه الطرق المختبريه، هنا أنا هذه الطرق تختلف عن طرق المختبر، لان المختبر احنا كنا ناخذ لوج، كنا ناخذ كور، العفو، عينه صخريه ونقوم باجراء التجارب عليها. هنا أنا لا، هذه طريقه الويل لوجينج، راح ننزل مجس بداخل البير ويقرا لنا قراءات، هذه القراءات نحولها الى لاست فايل مثل ما انطيتكم اياه، واللاست فايل هذا راح ندخله الى هاي البرامج مثل اي بي وغيرها،
ونقوم بحسابات الخواص اللي نحتاجها اللي من ضمنها البوروسيتي. فهاي الطريقه اللي احنا هسه نشتغل عليها طريقه الويل لوجينج، نحسب بوروسيتي من الويل لوجينج. كذلك اريد اشوفكم صور المجسات الحقيقيه اللي ينزلونها بداخل البير. هنا عندنا هذا مجس الاس بي السبوتينيوس بوتنشال، هذه صورته. هذا مجس السونيك او الاكوستيك تول، اوكي، اللي رمزه باللاس فايل دي تي. هذا مجس الكاليبر، وهذا الدول ليترولوج، هذا ايضا مجس مال المقاوميه ريزيستيفيتي. هذا الجاما راي، هذا الاندكشن لوج ديب ايضا ريزيستيفيتي، وهذا المايكرو ريزيستيفيتي ايضا، وهذا قلنا هذا الاس بي. اوكي تمام، هذه صور للمجسات حتى يكون عندكم الاطلاع عليها، واذا تروحون للحقل وتشوفوها تعرفوها. طبعا هذه الاشكال مو ثابته، لكن انا اختاريت لكم انه يتوفر من عندها. نرجع لموضوعنا، قلنا هذه البوروسيتي باللوك تحسب بثلاث طرق هنا. طبعا الكيرف المدخل انا اللي راح استخدمه راح استخدم الكوركتد، لان اني انبوت دنسيتي خو ما استخدم الروبورك اللي دخلتها انا اصلا للبرنامج، لا استخدم اللي صححتها اللي سويت لها corrected. فتلقائيا هو قاريها البرنامج RHO corrected، يعني robot corrected. تمام، بينما اذا طلعت لك بهذا الصيغة robot معناها انت ما صحح او تصحيح عنده خطأ، لازم ترجع للenvironmental correction وتصحح. فهنا robot corrected هذا الانبوت كيرف. الاوتبوت density راح تطلع لي اسمها يعني phi density. تمام، طبعا حتى تميزون بيناتين يا شباب وما يكون عندكم التباس، روبولك هو ناتج المجس اللي احنا كان عندنا لاس فايل وحداته وحدات كثافة جرام بير سي سي، بينما اللي راح ينتج لي راح تطبق المعادلة، يعني البرنامج يطبقها بدون ما انت تشوفها راح يطبقها، اللي هي الدلتا فاي على دلتا فاي اللي اخذتوها بالكورس الاول، وراح ينتج لي قيمه بوروسيتي محسوبه من الدنسيتي اللي هي فاي سونيك فاي دنسيتي، اوكي، اللي هي بدون وحدات او بصيغه نسبه مئويه. طبعا هذه المتغيرات اللي هي الماتريكس دنسيتي والفلويد دنسيتي راح اتركها عليكم، اريدكم تدورون لي اياها لصخره اللايمستون، اوكي، وتدخلوها هنا شوفوها شقد اللايمستون تدخلوها هنا هسه. تمام، ما عندنا مشكله بها. نجي على طريقه السونيك. السونيك احنا ما سوينا لها انفايرومنتال كوركشن او ما موجوده هنا بالبرنامج لاسباب معينه انا عفتها عليكم. فالدي تي راح يطلع هو تلقائيا قاري لي دي تي اللي هو سونيك وحداته مايكرو سكند على فيت. راح يستخدم المعادلة نفسها اللي هي دلتا تي على دلتا تي اللي سويناها قبل شفتوها قبل درستوها بالكورس الأول مجسات البوروسيتي. راح ينتج لي بوروسيتي محسوبة من السونيك اللي هي دايمنشنلس أو نسبة مئوية. كذلك الدي تي ماتريكس والفلود دي تي فلود هذه أيضا راح أعوفها عليكم، تشوفوا ليها صخرة اللايمستون ايش قد وتكتبون الأرقام هنا. طبعا السونيك أريد تحسبوا ليها بالطريقتين وايلي وهاونت رايمر. وايلي هنا هسه مسلكة، فهنا الأوتبوت كيرف أريده فاي سونيك وتخلوا لي يمه دبليو حتى يبين فاي سونيك وايلي، أوكي. وبعدين من نسوي ران راح نجي نختار هاونت ونخلي هنا ار، اوكي. راح نجي بعدها على النيوترون المدخل الانبوت كيرف هو ان فاي كوركتد، اوكي، اللي راح ينتج لي هو الاوتبوت بوروسيتي فاي نيوترون. التول اللي استخدمناها سي ان ال. طبعا راح يكون عندكم واجب هنا ايضا مضاف لحساب البوروسيتي اللي هو شنو الفرق، او تعرفون لي الاثنين CNL والSNB شنو معنات هذه المختصرات بالنسبة للنيوترون، وكذلك أريد تعرفون لي النيوترون شلون ينحسب. هسا احنا قلنا الدنسيتي راح تطبق المعادلة اللي ماخذينها، السونيك راح تطبق عندي معادلة ماخذينها وتنحسب عندي البوروسيتي. زين البوروسيتي بالنسبة للنيوترون شلون تنحسب، اوكي،
هذه راح اتركها عليكم واجب، وان شاء الله اعطيكم جوابها بعد ما تدزوا لي الواجب مالتها، تمام؟ او استاذ محمد ان شاء الله راح يدز لكم جوابها. السي ان ال والاس ان بي قلنا تعاريفهن وشنو معناهن، وكذلك البوروسيتي بالنيوترون شلون تنحسب. اوكي زين، الليمت هنا ما راح ندخل ليمت، راح نعوفها نتركها للحساب وهي تبين عندي، ما يحتاج ادخل مينيمم وماكسيمم بوروسيتي فالو. كذلك التوب والبوتوم انا دخلتهم بالبدايه من عرفت الويل، فما راح ادخلهن هنا، راح نسوي ران. اوكي بعدين نغير هذه هنا نسويها اتش ونختار هاونت ونسوي لها ران. هسه انحسبت بالاثنين، تمام. راح نجي نطلع من عندها هذه، نسوي لها كلوز، نروح على انتربريتيشن ونختار بيزك لوج اناليسيس او اي مكان ممكن يطلع لي رسم ولا البيزك لوج اناليسيس، ونسوي ميك بلوت، نمسح هذه الرسوم اللي طلعت لنا. اوكي هذه كلها نمسحها ونرسم الشغلات اللي احنا نريدها. اوكي اوكي هذه كلها ديليت. راح نجي هنا نسوي نيو تراك. اوكي نضغط هنا فوق بالهيد ونرسم بالبداية الفاي دنسيتي. اوكي خليها هنا سموكها 3. هنا الفاي دنسيتي من راح تجي انت تسوي باوربوينت، كالعادة احنا واجبنا باوربوينت قلنا اسبوعيا. الباوربوينت راح يكون عنوانه calculation porosity and water saturation by using IP software، راح يكون عنوان هذا الباوربوينت. تجي من تخلي لي تشرح لي على مجسل density وش راح ينتج من عنده، راح تخلي لي النتائج مالتك هذه تقصها، طبعا تقصها هي والعمق مو لوحتها، تخليها وتجي تفسر لي اياها، تمام. كذلك بعدها ما قصيتها وخليتها راح تجي بعدها مثلا تخلي لي النيوترون او السونيك. سونيك قلنا نحسب بمعادلتين اللي هي هاونت ووايلي، تخلي هاونت وابلاي وتجي تقصها ايضا وتشرح لي اياها. وهكذا بالنسبة الى وايلي والى قلنا ذني الدنسيتي والنيوترون والسونيك الثلاثة والنيوترون ايضا، هذه كلهن تقص اياهن وتخليهن وتشرحهن. وكذلك بالاخير تخلي لي صوره تجمع الكل، لكن وياها الفاي افكتيف اللي راح هسه اشوفكم شلون تنحسب. مثل ما تعرفون انه الفاي افكتيف من نريد نحسبها باي هاند هي ناتج من معادله، المعادله تقول الفاي افكتيف تساوي خط كسر بالبسط جذر التربيعي الفاي نيوترون تربيع زائد الفاي دنسيتي تربيع على البسط 2. نفس المعادله راح يطبقها البرنامج ويحسب لي الفاي افكتيف، يعني معناها اذا انحسبت عندي فاي دنسيتي وفاي نيوترون راح ينحسب عندي، اقدر احسب الفاي افكتيف. الفاي افكتيف تنحسب من هنا، اروح على انتربريتيشن اختار بوروسيتي اند ووتر ساتوريشن، هنا هذه PEF نخلي قدامها PHIE فاي افكتيف، وهنا نختار التول نيوترون دنسيتي. اوكي هنا نحدد انه عندنا لايمستون، اوكي راح نسوي لها اوكي. راح يطلب من عندنا ادخال تمبرتشر جراديانت، نقول له يس، وندخل الجراديانت عند العمق صفر اللي هو السطح، الحراره 60 فهرنهايت هذه ستاندرد كونديشن، والعمق اللي احنا دخلناه البوتوم مش قد البوتوم مالتنا اللي دخلنا للبرنامج، كان يكون مثلا 3177 او 3420 مثلا، انا هنا دخلته نكتب مثلا 180 فهرنهايت اللي احنا كتبناها الحرارة، هذه الوحدة مال الحرارة فهرنهايت، وراح نسوي له ران. اوكي وكلوز، راح نجي نقول له اوكي.
هنا هذا غلقه الرسم اللي طلع لي، ارجع للرسم مالتي نفسه وارسم الفاي افكتيف، اروح على الكيرف نيم واختار فاي افكتيف واسوي لها ابلاي وثلاثة اوكي. هنا أنا اريد رسم نهائي يحتوي لي الكل مثل الرسم اللي راح انا ارسمه هسه. بينيوترون فاي سونيك سونيك هذا هاوند، وراح نخلي فاي سونيك وايلي اوكي. خلي اللون نخلي جرين اوكي. بس صار عندنا فاي نيوترون فاي سونيك بالطريقتين، و ايضا نسوي نيو تراك. نخلي الفاي دنسيتي هي هذه، خلي الكولر مالتها نخليها هذا اللون ونخليها هنا ثلاثة. هنا أنا هذا اللون أيضا نخليه نغيره، نضيف اللون أوكي. هذا التراك زايد المسحة. بالنتيجة هذه صورة تشمل لك الكل، اللي هي الفاي نيوترون السونيك الاثنين هن هاوند تو وايلي والفاي دنسيتي والفاي افكتيف. هذا الرسم تخلي للكل، كذلك تخلي رسم لكل واحد وتفسره. بالاخير ورا ما تفسر كل واحد بالباوربوينت مالتك تخلي هذا الرسم الكلي وتقارن لي بينهن كلهن وشنو الفرق بيناتهن وليش اختلفت النتائج. فهسه صار واضح هذا الشيء وعرفتوا شنو المطلوب من عندكم بالنسبة للبروسيتي وشنو الواجب مالتها، وكذلك الواجبات الضمنية اللي حكينا عليها ضمنا اللي شملت النيوترون، سواء تصحيحه من داخل اللاس فايل لان كان اكو خطأ احنا معتبرينه نسبة مئوية وهو 20، كذلك التعاريف الاس ان بي والسي ان ال وشنو معناهن اوكي وشنو استخدامهن. هذن واجبات بالإضافة إلى واجب البروسيتي. هسه احنا انتهينا من الحسابات البروسيتي، راح ننتقل إلى حساب الووتر ساتوريشن. حساب الووتر ساتوريشن راح يكون هو كالآتي. حساب الووتر ساتوريشن يا أخوان راح يكون كالآتي. نروح على interpretation، نختار porosity and water saturation نفس المكان اللي حسبنا من عند الفاي افكتيف، وراح نجي نحسب. عندنا هنا الموديل ما راح يهمنا، هنا هو خلي يبقى نيوترون دنسيتي اوكي. هنا لايمستون، وراح نجي نختار الموديلات مال ال water saturation. هذه موديلاتهن اللي هن مشروحات ايضا عندكم بالمحاضره وماخذينهن بالكورس السابق، اللي هن الدول ووتر والارشي ارشي توتال سيميندوكس مود سيميندوكس اندينوشيان مود اندينوشيان جوهواز وواكسمان سميث، كلهن ذني عندكم جوهاسز والواكسمان اوكي. ذني كلهن انتم ماخذيهن وتعرفونهن نظريا وتعرفون معادلاتهن. راح نجي نختار مثلا اول واحد ونروح على الاوتبوت كيرف، نقول للبرنامج اظهر لي نتائج ارشي ودول ارشي وارشي توتال سيميندوكس مود سيميندوكس اندينوشيان ومود اندينوشيان وجو هاسيز وواكسمان سميث، كلهن نريدهن نخليلهن هنا طبعا من الاوتبوت كيرف، نخليلهن صح ونقول له اوكي
اوكي حسبهن كلهن، حسب لي بكل الطرق. ايضا راح اجي ايش اسوي، امسح هذه التراكات كلها. راح نسوي نيو تراك ونجي نرسمهن واحد واحد ايضا ونناقشهن، وبعدها نسوي رسم شامل لهن كلهن. بس هنا المفروض راح يطلع عندنا اللي هن باديات من البداية SW Archie 3 apply اوكي، وايضا نسوي له برنت وي العمق ونفسره الارشي. بعدها نرسم الارشي توتال اوكي، وايضا الرسمه ونفسره. بعدها نسوي رسم شامل للكل، وهكذا يعني كلهن، كل واحد الوحده هنا 9 موديلات، كل واحد الوحده ويدف ويتفسر وتنحط معادلته بالباوربوينت اوكي، تنحط المعادله مالته ونكمل نكملهن كلهن، بعدين نرسمهن كلهن سوا. هنا نيو تراك ونرسم مثلا الدول مثلا اوكي، ونيو تراك ونرسم مثلا الاندونيشيان او واكسمان سميث اوكي، نرسمهن كلهن ونقارن بيناتهن. هسه انا ما رسمتهن كلهن هنا، انتم ترسمون كلهن، تطوخون للكيرف وتقارنون لي بيناتهن. فالواجب مالتنا الكلي يا شباب انه انت بالبدايه راح تجي تصحح النيوترون نفس ما صححته، تعيد ادخاله، تعيد الانفايرومنتال كوركشن مالته، بعدها تبلش بواجب هذا الاسبوع اللي هو تقوم بحساب البوروسيتي بالثلاث طرق اللي هي الدنسيتي والسونيك بالطريقتين مالتها، وكذلك النيوترون. وبعدها ترسم الرسومات مالتهن وتقوم بحساب الفاي افكتيف مثل ما علمتكم، ترسمهن كلهن سوا مرة هاي بالأخير. وبالبداية ترسم كل واحد الوحدة وهي العمق مالته وتفسره، تخلي المعادلات مالته بالباوربوينت، بعدها تقارن بيناتهم مثل ما ذكرت لكم. بعدها تنتقل قبل او قبل تنتقل قلنا عندكم واجب بالنيوترون شنو الاس ان بي والسي ان ال. بعدها من تنتهي من البوروسيتي تنتقل للووتر ساتوريشن، تحسب بالتسع موديلات اللي موجوده بالاي بي، ايضا تخلي لي كل موديل لوحده، تخلي له معادلاته بالباوربوينت حتى اعرف شلون نحسب. بعدها تخلي كل الموديلات مال الاس دبليو او كل الرسومات مال الاس دبليو بصوره واحده وتقارن بيناتهم. هذا واجبكم لهذا الاسبوع، اتمنى كان مفهوم وسهل كتطبيق على البرنامج. تعاونوا بيناتكم، ما اريد الحمل يكون على طالب واحد، لان من يصير دوام ان شاء الله راح اسال كل طالب وراح اقيم كل طالب على حده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.